رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على هامش حضوره منتدى في سنغافورة التعليق على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ضربة بإيران، واكتفى في حديثه بالإشارة إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالمسؤولية عن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بسبب ما أرجعته إلى الدعم السياسي والعسكري لواشنطن لحليفتها تل أبيب.